الآخر عليه ليتجه بكم إلى صفحة التسجيل كما ترون هنا، نضغط مباشرة هنا على الريجستر هنا كما ترون، لنقوم بملء بياناتنا الشخصية هنا، بياناتنا نتسجل بالموقع، اليوزر نيم كما تعرفون هنا، اختاروا أي يوزر نيم تريدونه، ثم هنا على الباسورد، أي باسورد يكون قوي نوعا ما، تعيدون كتابته هنا، بعدها الإيميل المخصص لكم هنا. بعدها نعيد كتابة الإيميل، انظروا هنا ماذا يقولون، أي البايزا أو البايبال أو سكريل، أي أن الإيميل المشترك بهذه البنوك تقوم بوضعه هنا، أو أي إيميل تقوم باستقبال أموال منه عبر هذا الموقع. أنا إيميلي هو هذا بالطبع، سأعيد كتابته هنا، ثم سنة الميلاد كما ترون. بعدها ندخل كود الكاباتشا هنا او كود الفيريفيكيشن SCTGQ، ثم نضغط هنا على هذه الخانة، بعدها نضغط هنا على كونتينيو. بعد ان تضغطوا على كونتينيو سيرسل لكم هذا الموقع رسالة الكترونية الى بريدكم الالكتروني بها رابط التفعيل، تقومون بالذهاب إلى بريدكم الإلكتروني وتنقرون على رابط التفعيل ليأخذكم مباشرة إلى حسابكم. فأنا لن أقوم بالتسجيل مرة ثانية لأن الموقع سوف يكتشف ذلك ويقوم بحظري. نتجه مباشرة بعد التسجيل الدخول إلى حسابكم الشخصي. كما ترون هنا إخواني، هذا هو حسابي الشخصي. هنا تجدون مجموع الأموال التي تحصلتم عليها، وهي مثلا في حالتي أنا هي 0.8 دولار. تجدون هنا كل شيء، هنا statistic الذي يبين الأرباح، يعني كل يوم كم قمت بتسجيل الأرباح. هنا كما ترون الريفيرالز، يعني أنا لا يوجد لدي أي ريفيرالز، أنا لم أقم بالاشتغال كثيرا هنا على هذا الموقع وإعطاء رابطي للتسجيل به إلى أناس آخرين. تذهبون مباشرة هنا إلى View Advertisement، وهي رؤية الإعلانات للربح منها والنقر عليها كما ترون هنا، هي في كل الإعلانات المتوفرة اليوم، يعني كل إعلان تقومون بالضغط عليه يعطيكم هنا كما ترون 0.001 دولار، وكذا 1 بونيس باك، تقومون بتحويل البونيس باك إلى نقود فيما بعد. تقومون أولا بالضغط على الإعلان هنا، ثم تضعون أو تضغطون على النقطة الحمراء كما ترون هنا، يقول لنا كليك ذا ريد دوت، أي أنقر على النقطة الحمراء، تضغطون عليها ليتجه بكم مباشرة وبشكل أوتوماتيكي إلى الإعلان، وتنتظرون 5 ثواني نورمال، وخمس ثواني فقط ليتجاوز هذا الإعلان كما ترون هنا. بعدها تربحون 0.001 دولار كما قلت لكم، تضغطون على كلاوز، ثم تعيدون الكرة مع كل هذه الإعلانات، تضغطون على النقطة الحمراء وتنتظرون. كما تنظرون هنا، ثم كلاوز، ثم نعيد نفس الكرة. جيفتموني. عفوا. ونعيد نفس الكرة إخواني مع كل الإعلانات المتوفرة لديكم هنا. هناك من يتساءل ويقول لي يوسف كيف نربح يعني مبالغ ضخمة يعني كل يوم فقط بنقر الإعلانات، والمقابل هو 0.001 دولار فقط، يعني تحتاج مدة زمنية طويلة جدا لكي يكون لديكم مبلغ معتبر تقومون بسحبه.
السر هنا إخواني يكمن بإعطاء رابط الريفيرالز أو رابط الإحالة الخاص بكم إلى أصدقائكم للتسجيل به. كما ترون هنا تذهبون إلى بانرز هنا كما ترون، ثم تتجهون مباشرة هنا إلى اللينكس ورابط التسجيل الخاص بكم. هذا هو الذي تقومون بنشره في المنتديات وعلى الفيسبوك، تقومون بأصدقائكم أن هذا الموقع هو موقع للربح من على الإنترنت، سجلوا به واربحوا منه الأموال. سيدخلون مباشرة على رابطكم ويقومون بالتسجيل، وأثناء يعني ربحهم للأموال تأخذنا حتى أنتم يعني مبلغ معتبر، يعني صديق فصديق فصديق لعدة أصدقاء، ثم المئات من الأصدقاء والمئات من الريفيرالز تقومون بالربح منهم لتقومون بمضاعفة أرباحكم. وصدقوني يعني كل يوم ستقومون بربح من 5 إلى 10 دولار يعني بشكل سهل جدا، فقط بنشر هذا الرابط الذي قمت بإظهاره لكم. إخواني لدينا أيضا لعبة، سوف يعني ليست بلعبة يعني ماذا به هذا؟ عفوا نيو بوكس هذه هنا. إذا ما لاحظتم أنكم بعد كلما يعني كل عملية أو كلما تضغطون على إعلان هنا يعطيكم 4 هنا advertisement prize، تقومون بالضغط عليها. لديكم هنا كما ترون كما سترون 16 محاولة، يعني كل مرة قد تزيدون فرصتكم في الربح من الأموال. هنا يعني يقول لي nothing won this time، يعني لم تربح شيء في هذا الوقت. تقوم بالضغط هنا على next لتجرب حظك كل مرة وقد تربح منها. يعني هناك العديد من الأصدقاء، يعني أصدقائي قد قاموا فعلا بالربح منها حتى 5 دولارات. تقوم كل مرة بالضغط على النكس وتنتظر إذا ما ربحت أم لم تربح. أنا لم أربح كما ترون هنا. أنتم تقومون بإتمام كل هذه الإعلانات كما ترون هنا، أي تنقرون عليها كلها، ثم تتجهون مباشرة هنا إلى الأدي برايز كما ترون. يعني بعد إتمام كل هذه الإعلانات تجدون هنا عدد كبير جدا قد يصل إلى 80 أو 100 أدي برايز، تقومون بالضغط عليها واحدة تلو الأخرى كي تربحوا منها. ماذا بقي في جعبتنا إخواني؟ فقط أشير إلى أن يعني هذه النقطة الإيجابية التي أعجبتني في هذا الموقع، وهي الحد الأدنى للأرباح. يعني عندما تصل إلى 2 دولار فقط، 2 دولار، عندما تصل 2 دولار تقوم بسحب أرباح كما ترون هنا. You can only request your payment when you reach 2 dollars. عندما تصلون إلى 2 دولار فقط تقومون بسحبها على كما ترون هنا البنوك التي تدعم هذا الموقع، أو هي تراست وير كما ترون، والبايبال والبيتزا بايزا والنيتلر والسكرير. بعد أن تصلوا إلى 1 دولار تقومون بسحبها مباشرة. إخواني كما سبقت وأشرت في الموقع السابق وهو موقع الكليك سانس، يعني شاهدوا كم لدي هنا من أموال، وهي 5 دولار، 5 دولار كما ترون في مدة يعني قياسية، وهي يعني في 20 يوما فقط قمت بربح 5 دولار. وأيضا يعني قمت بالاشتراك بهذه اللعبة التي شرحتها سابقا، وكل مرة يعني تقومون بالنقر عبر مربع صغير وترون إلى إذا ما ربحتم منه أو لا. سأريكم أني ربحت منه 1 دولار كما ترون هنا، قد صورت عملية الربح أثناء ربحي لها. انظروا هنا إخواني، انظروا هنا الريسنت وينر، يعني الرابحون السابقون. تجدونني هنا موك يوسف قد ربح 1 دولار كما ترون، آيتي هنا بأم عينكم كي ترونها. ماذا بقي لنا إخواني؟ يعني
فقط خذوا بعين الاعتبار النصائح التي قد قلتها لكم، وهي أنكم كل يوم يعني تقومون بالدخول إلى هذا الموقع وتضغطون على الإعلانات، يعني الإعلانات تتجدد بشكل دوري كما ترون هنا على 10:30 كما ترون هنا، انظروا هنا 10:30 your advertisement clicks rest at 22:30 يعني 10:30 مساء تقوم الإعلانات بالتجديد تلقائيا. والنصيحة الثانية إخواني هي أن تتجهوا هنا إلى هذا المربع الأخضر أو الأدي برايز، تقومون بالضغط عليه وتقومون كل مرة بالضغط على النكست هنا لتربحوا، لتزيدوا فرصكم للربح يعني في القرعة كل مرة تدخلون هنا، تضغطون هنا على النكست كل مرة. أيضا ومفتاح مفتاح هذا أو مفتاح الربح من هذا من على هذا الموقع هو بإعطاء رابط الإحالة الخاص بكم كما سبقت وأشرت إلى أصدقائكم للتسجيل عليه، فرابط الإحالة الخاص به هو هذا هو كما ترون، يعني كلما سجل الكثير من الأصدقاء على عبر هذا الموقع وقاموا بربح أموال معتبرة تقوم حتى أنت بالربح وتصعد أرباحك. ولمن يريد أن يشتري الريفيرالز أو يشتري روبوتات يعني تقوم كل يوم بالضغط على الإعلانات، هناك ترون ثلاث روبوتات ب0.6 دولار عفوا، هنا 5 ب1 دولار، وترون كما ترون كلما ارتفع عدد الروبوهات كلما ارتفع المبلغ، 100 روبوت يضغطوا على الإعلانات ب20 دولار. أيضا يمكنكم هنا أن تقوموا بترقية حسابكم أو العضوية إلى العضوية البريميوم كما ترون هنا، الجولدن أو ستاندرد كما ترون، يعني كل الجولدن هذا لديه مميزات جد رائعة، إلا لما يعني لمن لديه نقود كثيرة يقوم بالترقية، وإلا نحن فقد نبقى في الستاندر في هذا الوقت كما ترون هنا، البايزا البايبال النيتلر أسبريل كل هذه المواقع أو كل هذه البنوك تدعم هذا الموقع. ماذا بقي في جعبتنا إخواني؟ فقط يعني كنصيحة أخيرة، لا يعني مثل هذه المواقع تحتاج إلى صبر طويل للربح منها كما ترون، هذه في أرباح هنا على موقع الكليكسنس، هي قاربت من الحد الأدنى 80 دولار لكي تستغرقها. فقط إخواني خذوا النصائح بعين الاعتبار وانشروا رابط الإحالة الخاص بكم إلى أصدقائكم أو على الفيسبوك أو على المنتديات للتسجيل عبره والربح الكثير من الأموال.